وكما في العاصمة الأردنية عمان، هنا في منطقة البحر الميت هناك مجموعة من الفنادق الخمس نجوم وأخرى فنادق متخصصة بالعلاج، حيث أن مياه البحر مفيدة لجسم البني آدم وبخاصة الأمراض الجلدية. Do you like it here? Yes. Nous sommes français. Français. Yes, it's perfect. Very nice. Very pleasant. How's the swimming and what did you do, the massage issues? Yeah, it's perfect because we have the sun and the Dead Sea and everything is okay. البحر الميت 417 متر تحت سطح البحر الأبيض المتوسط. الشمس اللي بتسطع علينا شمس تختلف عن كل شموس العالم، بمعنى انه اللي بيصلنا الاشعه الفوق البنفسجيه الطويله اللي احنا بنستخدمها في علاج الامراض الجلديه واللي هي غير ضاره في الجلد والجسم. شوي شوي ولادي عندهم شويه اكزيما على جسمهم، حساسيه، فبتخف مع الطينه هاي، كتير كتير منيحه. عدنان كان عنده حساسية من هو صغير، يعني من تقريبا عمر الثلاث سنوات أو أربعة. جينا من أول زيارة للبحر الميت حطينا من الطينة السوداء هذه، وصار يعني جسمه يصير أقل حساسيته للإشي اللي كان عنده من التحسس من الجو. شكري هلا زي أي واحد متهاوش ومتخانق هو مرته بصراحة، طلع هيك بكون وجهه. أو إذا طالبي منه مثلاً الكريدت كارت.